هذا سؤال شوي ظريف شوي. يقول المجاملة، يقول إذا عزمني شخص مثلا وتغديت عنده أو تعشيت أو كذا، والأكل عادي يعني، أنا أقول له أكلك هذا ما أكلت مثله أبدا، زين عالمي، زين أو يعني المجاملة الزايدة شوية، المجاملة الزايدة شوية، هل يعني ما في داعي الإنسان يكذب، يعني تقدر تقول ما شاء الله أكلكم طيب، وهو طيب فعلا طيب، لكن لا تقول ما أكلت مثله وكذا، لا يعني المجاملة طيبة لكن بدون كذب، بدون كذب، يعني يجوز الإنسان يجامل، بل مطلوب من الإنسان أن يجامل، زين طبخة زينة، أكل طيب، جزاكم الله خير، أغناك الله، زادك الله من فضله، الأكل ما شاء الله طيب، صح وهو طيب إن شاء الله، أهم شيء يكون طيب صدق، إذا مو طيب اسكت، يعني مو لازم يعني تعلق، يعني أكرمكم الله أغناكم الله وبس مشيت، يعني بدون ما تعلق يعني، بس القصد وإذا كان الأكل طيب جدا وما أكلت مثله قولها، قول ما أكلت مثله ما شاء الله أكل طيب، لكن القصد يعني المجاملة مطلوبة، المجاملة مطلوبة لكن بدون كذب، جامل دون أن تكذب، لا تصل المجاملة إلى الكذب.